وللمزيد عن آخر التطورات في قطاع غزة معنا من اسطنبول عبر سكايب الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني السيد سامر عوض، وأيضا عبر سكايب أيضا من جنين السيد عدنان الصباح رئيس مركز جنين للإعلام. أبدأ معك أستاذ سامر عوض، الدفاع المدني قال إنه انتشل نحو 392 جثة من مقبرة جماعية في مجمع ناصر الطبي. لماذا كل هذا الإجرام بحق المرافق الصحية؟ مقبرة جماعية تضم 200 أو 300 عفوا و92 جثة، ماذا يدل ذلك؟ يعني بداية واضح أنه الاحتلال أخي الكريم يعني حتى يقوم بإخفاء الجرائم التي يقوم بتنفيذها في قطاع غزة يقوم بمثل هذه الإجراءات، وهذه مقبرة من إحدى المقابر التي تم اكتشاف، يعني هذه مقبرة جماعية تحت يعني تم ارتكاب فيها مجزرة بحق المرضى الذين كانوا داخل المشفى وبحق أطفال ومدنيين وجرحى، وهناك شهادات حول قضية إمكانية أنه تم تنفيذ إعدام ميداني بحق بعض الجرحى وتم دفنهم وهم أحياء، وبالتالي الاحتلال يقوم عبر مثل هذه جزء من السياسة التي ينتهجها لإخفاء هذه الجرائم أولا، وثانيا هو يقوم بقضية الردع، هو يقوم بالقتل داخل قطاع غزة فقط من أجل القتل، من أجل استعادة قوة الردع حتى لا يفكر كائنا من كان بإعادة ما يسمى بسبعة أكتوبر الذي هدد الاحتلال وقام بهدم السمعة التي يعني بناها 75 عاما من هذا الوهم الكبير. وللأسف الشديد ينتهج هذه المنهجية بالقتل المتعمد والعشوائي وفي بعض الأحيان بالمنهج، إذا ما تحدثنا عن قضية المقبرة أمام مجمع ناصر أو أمام مستشفى الشفاء قبل فترة أيضا تم اكتشاف هناك بعض المقابر، يقوم الاحتلال بدفنها حتى لا يتم محاكمة عليها أو حتى لا يتم اكتشاف عدد الذين قام بقتلهم في هذه الفترة. بمعنى الاحتلال يقوم بارتكاب مجازر ثم يقوم بإخفاء الأدلة حتى لا يتم تكوين أي ملف قانوني بحقه، وبالتالي ما أعلن عنه اليوم الدفاع المدني والمكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة هو جزء من الخطوة الحقيقية الصحيحة في قضية وجود لجان دولية تقوم بالتحقيق في مثل هذه الجرائم التي يقوم بها الاحتلال ويقوم بإخفائها في قطاع غزة. نعم، ابقى معي أستاذ سامر. أستاذ عدنان الصباح، يعني هناك جثث أطفال في المقابر الجماعية وأثار تعذيب على جثث بعض الضحايا، يعني هؤلاء مدنيون وأطفال فيهم وكذلك لا يحملون السلاح، لماذا الاحتلال يقتلهم بهذه الوحشية وخاصة هناك يعني آثار تعذيب ودفن أحياء؟ أولا الاحتلال يقتل الفلسطيني كفلسطيني، لأن الفلسطيني مطلوب قتله، مطلوب طرده، مطلوب التخلص منه، وهؤلاء الصغار تحديدا هم الشهود على الجريمة، هم الذي لن ينسون، هم 7 أكتوبر القادم إذا لم يحصل الشعب الفلسطيني على حقوقه، وبالتالي هذا الاحتلال معني بالتخلص من الشعب الفلسطيني، كل الشعب الفلسطيني بالطرق التي أعلنها، إما أن نغادر وإما أن نرضخ نذعن وإما أن نموت، هذه هي الخيارات الثلاثة التي وضعها الاحتلال أمام الشعب الفلسطيني في فلسطين، كل فلسطين. ولكن الذي يجري في غزة حجم الجريمة، وأود أن أقول شيئا، الاحتلال لا يحاول إخفاء جرائمه ولا يخفيها، وهذه المقابر الجماعية ليست محاولة للإخفاء، الاحتلال لا أعتقد أنه يخشى، يوجد ما يخشاه، لأن لديه عالم يقف إلى جانبه، عالم غربي، عالم مجرم، عالم يمده بالنار، لذلك تجد في التقارير التي قدمتها محطة قوم المحترمة قبل شوية حضرتك عن النار في غزة، غزة كل غزة نار للموت، ونار أمريكية في قذائف وقنابل وصواريخ، الشعب الفلسطيني في غزة يجد كل أنواع النار للقتل والموت ولا يجد غازا للطبخ، نارا للطبخ، هذا هو العالم الذي يهدي الشعب الفلسطيني عشرات آلاف مئات آلاف الأطنان من القنابل والصواريخ وأدوات الموت والنار والقتل والذبح، هذا يخشى مما يخشى، لا يوجد ما يخشاه، هذا يقتل علنا، يقتل بهدف القتل ويعلن أنه يقتل، الذي يريد أن يخفي الجرائم هذا شخص أو جهة لديها خلق، لديها قيم، لديها مبادئ، لديها إنسانية، هذا محتل مجرد من أي خلق، من أي قيم،
من أي مبادئ، من أي إنسانية، وله ومعه أعوان وداعمين وفاعلين حقيقيين في المقتلة التي تجري على أرض غزة، وفي مقدمتهم الولايات المتحدة التي تعلن رسميا وبشكل دائم ومتواصل أن الأهداف التي وضعت من قبل نتنياهو أو من قبل عصابة نتنياهو وكل دولة الاحتلال الكيان المحتل، هذه هي الأهداف التي يجب الوصول إليها. الولايات المتحدة موقفها متطابق، متقدم عن موقف دولة الاحتلال، متقدم بكثير، لأن في دولة الاحتلال هناك اليوم من يخرج ليقول أوقفوا هذه الحرب، أوقفوا هذه المقتلة، لأنها ليست حرب، هذه مقتلة على أي حال، أعقدوا صفقة تبادل ولو الثمن وقف الحرب. الولايات المتحدة لا تريد وقف المقتلة لعقد صفقة تبادل، تريد وقف إطلاق نار مؤقت لاستعادة الأسرى فقط. هذه هي الولايات المتحدة. الأسوأ من الاحتلال ومن دولة الاحتلال هم رعاة الاحتلال، هم الذين يمدونه بأدوات القتل والموت والدمار، هم الذين يقيمون خطا جويا متواصلا لم يتوقف منذ 7 شهور لإمداد القتلى بأدوات القتل، ولا يستطيعون أن يدخلوا إلى شمال قطاع غزة رغيف خبز أو شعلة نار للطبخ. طيب. بينما يدخلوا كل أدوات نار للقتل. نعم. هذا يخفي جرائم ممن يخشى. نعم. هل يخشى من مجلس الأمن؟ هل يخشى من المحكمة الدولية؟ هل يخشى من العالم الصامت؟ ألا ترى اليوم الشعار فقط أدخلوا الإغاثة، فقط أوقفوا إطلاق النار مؤقتا لاستعادة الأسرى، وأمام أنظار المجتمع الدولي والعالم أجمع، ومن يقتل هو كان وبالأمس ولا زال يتغنى بالإنسانية وحقوق الإنسان. الآن هناك أستاذ سامر تهديد باجتياح رفح، وهناك تحذير من أن ذلك سيهدد أمن المنطقة ولا سيما مصر. يعني كيف ستكون النتائج في حال قرر الاحتلال اجتياح رفح؟ واضح بأنه حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة بقيادة نتنياهو الآن تدرك بأنه القلعة الأخيرة بالنسبة لها في قضية إنجاز النصر المطلق كما يسميه نتنياهو، بأنه احتلال كامل قطاع غزة، وبالتالي تبقى المنطقة الأخيرة التي لم يدخلها الاحتلال هي منطقة رفح. الدخول إلى رفح يعني مجزرة كبيرة بحق 1,300,000 فلسطيني متواجد في بقعة صغيرة، هربوا جميعهم من كل مناطق قطاع غزة بعد القتل والمتفجرات والمذابح التي أجرت في تلك المناطق. وبالتالي الشعب الفلسطيني أفشل مشروع التهجير في المرحلة الأولى، لكن اليوم سيجد الفلسطيني نفسه مدفوعا بآلة القتل الإسرائيلية إلى أن يذهب باتجاه سيناء. والحديث حول بعض التسريبات بأنه بعض الدول العربية الآن تقوم بإنشاء بعض المخيمات في منطقة سيناء هو جزء من هذا الترتيب، وكأنه الاحتلال سيقوم بتهجير هناك في منطقة رفح، لأنه من الاستحالة بما كان أستاذي الكريم أنه يتم أي عملية عسكرية داخل منطقة رفح دون خسائر كبيرة كما تسمي الولايات المتحدة الأمريكية أنه دخول آمن. ولكن ما هو هدف قوات الاحتلال من اجتياح رفح؟ هذه المنطقة تعج ب يعني مئات الآلاف من النازحين. هناك 4 عوامل أخي الكريم. العامل الأول هو النصر المطلق، بمعنى أنه نتنياهو سيعود إلى الرأي العام الإسرائيلي الداخلي بأنه قام باحتلال كل قطاع غزة وحتى رفح النقطة الأخيرة، هذا أولا. ثانيا يعني في احتمال لدى الاحتلال أنه يعني من ضمن الاحتمالات أنه قد يجد بعض الأسرى أنه خاصة وأنه أو بعض قيادات حماس في قضية تصفيتهم أو بعض الأسرى في استعادتهم في تلك المنطقة. ثالثا والأهم من ذلك وهو السيطرة على محور فيلادلفيا، بمعنى الاحتلال يريد أن يكون هناك لديه يد في قضية السيطرة على المنطقة الفاصلة ما بين قطاع غزة وما بين الحدود المصرية، بحيث يعني يمكن أن يسيطر على أي شيء مستقبلا في قضية الأنفاق أو قضية الحدود مع مصر. ورابعا على في هذا السياق هو يريد أيضا أن ينفذ أكبر ممكن قدر ممكن من المذابح بحق الشعب الفلسطيني وتهجيره إذا استطاع إلى منطقة سيناء، وبالتالي يكون الاحتلال قد أنجز ما يريد في منطقة قطاع غزة بعد فشله في تحقيق أهداف الحرب من خلال القضاء على حركة حماس أو من خلال استعادة الأسرى بالضربات العسكرية. هذا هو ما يريد نتنياهو، لكن حقيقة الأمر بأنه أي دخول إلى منطقة رفح سيكون هناك كمية مجازر لا يمكن أن يتخيلها الإنسان، وبالتالي ستشهد المنطقة يعني قضية
تفجر لكل الأوضاع سواء من قبل المقاومة الفلسطينية أو إذا ما انتقل الشعب الفلسطيني في قضية التهجير إلى منطقة سيناء، فأيضا ذلك سيفجر الأوضاع في منطقة مصر، لأن هناك انتقال أزمة من منطقة قطاع غزة بأزمة إلى منطقة سيناء إلى مصر، وبالتالي هذا ما أعلنت مصر بأنها لا ترغب ولا تود أن يحصل. بالإضافة إنه هذا سيكون طبعا على الصعيد العالمي، هذا يهدد الأمن العالمي، بمعنى إنه هناك ستكون كارثة إنسانية في قضية القتل، 1,300,000 فلسطيني في بقعة صغيرة، أي قنابل ذكية سيتم إلقاءها في تلك المنطقة مهما كانت ذكية، إن كان هناك ذكاء في القنابل التي تقوم بترسل الموت والقتل سيكون هناك مذابح كبيرة لا يمكن أن يتخيلها الإنسان. نعم، يعني أستاذ عدنان بالعودة إليكم، ما هي خيارات المقاومة في حال تم اجتياح رفح، وكيف ستتعامل مع الموقف؟ سمعت حكاية رفح أو فزاعة رفح أو كذبة رفح، هذه كذبة صنعتها أمريكا وصنعتها إسرائيل دولة الاحتلال، يريدون أو وصلوا إلى ذلك، العالم كله ينتظر الجريمة الكبرى، الحدث الأكبر، الفعل الأكبر الذي اسمه اجتياح رفح. أولا رفح تقصف كل يوم، كل يوم، والجرائم ترتكب في رفح كل يوم، وإذا كانت رفح الخندق الأخير كما يدعي بنيامين نتنياهو لذلك سيحصل بها على النصر الأخير، فهو أمام كذبة كبيرة، هو يعرف أنها كذبة. أولا المعركة لم تنتهي في بيت حنون في اليوم الأول، يعني لم تنتهي في أول يوم للمعركة، وبيت حنون تبعد عن الجدار الحاجز أو الحدود الأراضي المحتلة 48 أمتار، والمعركة لا زالت تدور في بيت حنون، في بيت لاهيا، في كل قطاع غزة، وبالتالي ليس هناك جبهة أخيرة، ليس هناك خندق أخير، وإذا كان هناك خندق أخير فالذي لم يستطع أن يتخلص من الخندق الأول ما باله إذا كان الأمر صحيح، وإذا كانت كل قوة حماس والمقاومة الآن موجودة في رفح، كيف تفاعلت مع جحر الديك أيها السيد نتنياهو أنت وجيشك الذي لا يقهر؟ كيف تفاعلت مع مدينة حمد؟ كيف تفاعلت مع المغازي؟ كيف تفاعلت مع بيت لاهيا؟ كيف تفاعلت مع مدينة غزة؟ قلت في البداية أن ثقل حماس في مدينة غزة وفي الشمال، ثم رحلت الناس إلى الوسط والجنوب، ثم قلت أنهم في خان يونس، ثم وصلت جريمتك منذ 4 شهور في خان يونس، ثم قلت ذهبوا إلى رفح. هذه كذبة، ولذلك الذي ينتظر رفح عليه أن يرى ما الذي يجري على الأرض، المذبحة، المقتلة، الجريمة متواصلة كل يوم، كل ساعة، كل ثانية هناك جريمة، هناك قتل، وهناك إجرام. هذا من جانب المقاومة، الخيارات مفتوحة، المقاومة لم تتوقف عن فعل المقاوم ولا في أي بقعة من بقاع قطاع غزة بالكامل. نعم. إذن المقاومة لن تتوقف. أستاذ عدنان، إذا سمحت لي أنتقل للأستاذ سامر عوض، هناك تظاهرات تتسع واقتحمت أسوار الجامعات في أوروبا، في أمريكا، يعني هناك جامعات تحصل فيها هذه التظاهرات المناهضة للاحتلال وللقتل ضد المدنيين، كيف تنظر إلى هذه المستجدات؟ حراك الطلاب الآن في الولايات المتحدة الأمريكية هو الأبرز، وهذا يعني مؤشر له ما بعده، بمعنى الولايات المتحدة الأمريكية الآن التي هي عنوان الديمقراطية والحريات أمام امتحان حقيقي فشلت فيه بعد كل العار الذي لحقها بالاشتراك في جرائم الإبادة والفيتوهات التي دعمت بها الاحتلال والدعم المالي والاقتصادي والسياسي والعسكري لدولة الاحتلال. هذا دفع النخبة داخل المجتمع الأمريكي لمعارضة هذا الأمر، ابتداء من رأس الهرم السياسي في الكونغرس وفي السياسيين، وصولا اليوم إلى نخبة الطلبة، بمعنى بداية هذا الحراك في جامعة كولومبيا وهي الأعرق. اليوم نتحدث بعد التعامل الذي حدث في جامعة كولومبيا، امتد هذا الأمر إلى 15 جامعة من أعرق الجامعات في الولايات المتحدة الأمريكية، لم يتوقف هناك، أيضا امتد إلى اليوم إلى أوروبا وإلى أستراليا، يعني جامعة سيدني وهناك جامعة أخرى في أستراليا، جامعة السوربون وهناك جامعة أخرى في فرنسا، أيضا طلبة الجامعات في إيطاليا تظاهر اليوم دعما لجامعة كولومبيا وللطلبة. لذلك هذا يؤشر بأنه الإشكالية الحقيقية في السلوك الأمريكي في التعامل مع قضية دعم
الشعب الفلسطيني. مطالب الطلبة أخي الكريم هي مطالب تتعلق بفلسطين قولا واحدا، لكن الحقيقي أنه يتم استغلال هذه المطالب وهذه المظاهرات والوقفات وحالات التضامن كنوع من الإرهاب الفكري لهؤلاء الطلبة تحت مسمى الكذبة الكبرى بمعاداة السامية، بمعنى الذين الآن ينادون بمعاداة السامية من قبل نتنياهو والبعض اللوب الصهيوني والأمريكيون الجد الذين يدعمون الاحتلال هم ذاتهم الذين يعني يشتكون من قضية المحرقة التي ارتكبت، وبالتالي هؤلاء اليوم يدعمون المحرقة التي ترتكب. طلبة الجامعات كانوا يطالبون بعدة أمور، تسعة مطالب أبرزها جامعة كولومبيا تنفى تعليق منظمتين طلابيتين إحداهما يعني منظمة تتعلق بدعم الشعب الفلسطيني وأخرى اسمها الصوت اليهودي من أجل السلام، بمعنى هل الصوت اليهودي من أجل السلام معاداة للسامية؟ لا، بكل تأكيد الرسالة كانت واضحة، بالإضافة إلى أنه سحب الاستثمارات، وقف الإبادة، عدم الاشتراك في هذه الإبادة، المطالب وقف إطلاق النار، دعم الشعب الفلسطيني، الاعتراف بالشعب الفلسطيني، إيقاف دعم الاحتلال، إيقاف التمويل العسكري، كل هذه المطالب طالب بها أبناء النخبة، خاصة أن هذه الجامعات هي من الجامعات الأعرق، والطلبة هم أبناء الصف وداخل المجتمع الأمريكي، وبالتالي أحد الطلبة على سبيل المثال هي ابنة عضو الكونغرس إلهان عمر، بمعنى هناك صفوة داخل هذه الشريحة يتم استهدافها اليوم، وقمعها بالطريقة التي رأيناها في كل الجامعات اليوم يؤشر إلى أنه هذا سيمتد وسيكون له ما بعد وتأثير عكسي على السياسات الأمريكية، خاصة أن الولايات المتحدة الأمريكية تتجهز للانتخابات في الأيام القادمة وكانت تسعى إلى إيقاف حرب غزة حتى يكون بايدن مرتاحا في الانتخابات القادمة. شكرا جزيلا من اسطنبول عبر سكايب الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني السيد سامر عوض، وشكرا جزيلا لضيفي عبر سكايب من جنين السيد عدنان الصباح رئيس مركز جنين للإعلام.